ورجل كفيف لا يرى أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على حفظ القرآن وعلى تعلمه وضبطه. قال يا رسول الله علمني آيات من كتاب الله. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك يدعوهم ويتحدث معهم ويحدثني آيات من كتاب الله يريد العزة والرفعة بالدنيا والآخرة. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه وانشغل بأولئك مجتهدا عليه الصلاة والسلام أن الوقت معك واسع وأنك باق بين يدي دائما وأولئك أمرهم يفوت. فأنزل الله تعالى عليه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم حملة القرآن لما يحملون في قلوبهم من هذا العز العظيم. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي بن كعب، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فانتفض أبي، قال يا رسول الله وسماني الله لك؟ قال نعم سماك الله لي. فانفجر أبي رضي الله عنه باكيا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه طلب من بعضهم أن يقرأ عليه القرآن. بل جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عبد الله بن مسعود، قال يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال عجبا، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي القرآن. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى صلى الله عليه وسلم تدرفان. كان عليه الصلاة والسلام يحرك به قلبه ويحرك به قلوب أصحابه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أمر الله تعالى أن يتدبره الإنسان. فإذا قرأت قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، علمت أن هذا الصمد العظيم، هذا السيد العظيم الذي يصمد لخلائقه يقضي حاجاتهم، فيقف بين يديه المريض يستشفيه، ويقف بين يديه الفقير يستغنيه، ويقف بين يديه المظلوم يستنصره، ويقف بين يديه الجاهل يطلب العلم، ويقف بين يديه الحائر يطلب الهداية. وإذا هذا العظيم جل في علاه يقضي هذه الحاجات في لحظة واحدة، لا يحتاج إلى معين ولا إلى مساعد. إذا قرأت قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، علمت أن الشيطان إن وسوس لك بنظرة حرام فاستعذت بالله فقد عذت بمعيد عظيم. إذا قلت أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم فإنك تلجأ إلى عظيم. هذا هو تدبر القرآن. إذا قرأت قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، علمت أن الخيبة والخسران على من عارض هذا الدين. إن شانئك هو الأبتر، علمت أن الذي يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى بتر إلى قطع وإلى خزي وإلى زوال. كان عثمان رضي الله تعالى عنه
يفتح المصحف ويتلو منه آناء الليل وأطراف النهار. فقال له بعضهم: يا عثمان، لو خففت على نفسك قال: والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله.